السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب هنعمل إثبات سحب من موقع ربح الروبل. الموقع ده يعني من أفضل المواقع اللي اشتغلت عليها. الموقع بيعطينا 200% لمدة 68 ساعة. الأرباح بتضاف لك كل 3 دقايق. تقدر تسحب لما رصيدك يوصل 5 روبل. موقع بالنسبة لي موقع ممتاز جدا، وكسبت منه أرباح كويسة جدا. وفي ناس اشتكت من الموقع على فكرة. أنا أي حد يوضع في الموقع على مسؤوليته مش على مسؤوليتي. بالنسبة اللي عنده قناة يوتيوب يقدر يوضع في الموقع وهو مطمن، لأن في بونص بياخده كل فيديو بيعمله، ليه فيديوين في اليوم. ماشي يا شباب، أنا عندي هنا في رصيدي زي ما انتوا شايفين 126 روبل. أنا أودعت 400 روبل زي ما انتوا شايفين، وربحت من الموقع 1725 روبل. هنيجي من هنا يا شباب. طبعا اللي عنده قناة يوتيوب بيعمل فيديو يحطه هنا، ودي المكافآت اللي انا حصلت عليها، وبيحصل على المكافأة بعد ما يراجعوا الفيديو بتاعه. وفي من هنا لو انت هتودع في الموقع بتيجي من هنا، من هنا يا شباب تالت واحدة دي، تختار الخطة وتختار المحفظة وبتحط المبلغ وتعمل ايداع. وتيجي لو انت اول مرة تسجل في الموقع بتيجي من هنا تخش على الاعدادات، بتحط رقم محفظتك وتعمل حفظ، ومن هنا رابط الاحالة بتاعك، ومن هنا تعرف الارباح بتاعتك، ومن هنا الوديعة بتاعتك اخبارها ايه. يعني هنا 3 وديعة هم انتهوا، والوديعة الرابعة شغالة ومفيش اي مشاكل بالنسبة لي في الموقع زي ما انتم شايفين. هنيجي هنعمل عملية سحب الموقع 126 روبل زي ما انتم شايفين. هنيجي من هنا يا شباب، هنحط محفظة الباير، هنحددها وهنحط 126 روبل، 126 روبل. هنخش على البير يا شباب، هنخش على البير، هنلاقي اخر حاجة عندنا كانت 2 روبل ساحبينهم من الموقع، وهنعمل طلب سحب. اهو يا شباب كده السحب تم. هنخش كده على صفحة الموقع، هنلاقي السحب كده اهو اتشال وتم. وهنخش هنا على البير وهنعمل ريفريش. اهو يا شباب 124 روبل 81 سنت بعد عمولة الباير. وبكده الموقع عن نفسي موقع ممتاز جدا وصادق. وبكده اكون انتهيت من الشرح. ولو عجبكم الفيديو ياريت تسيبولنا تعليق اسفل. لو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة، وعايز تتفرج سيبولنا تعليق اسفل الفيديو. بس يا شباب لو تحصل معاه مشكلة والموقع يقول له حط 1600 روبل عشان الوديعة بتاعتك تشتغل، ما يحطش. لو هو عايز يكمل ان هو شايف ان هو كسب من الموقع وعايز يكمل فيه، يغير الاي بي بتاعه ويعمل حساب من جديد. ده اللي اقدر اقوله لكم. لكن اللي هيقول لي الموقع نصب وهعمل ايه ومش هعمل ايه، مفيش حل في الموقع غير كده. وبكده اكون انتهيت من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.